كلنا ولاد البهجة. شي صحراوي. هي الجزائر رمز الثورة ضد الاستعمار وأيقونة الحرية والأحرار عبر الأزمان. الزوار الجزائريين المغتربين بيجوا من برا ليتذكروا يوم النصر، يوم نهاية الاستعمار، وبرددوا النشيد الوطني مع بعض. الجزائر فرنسا لازم تخرج من هالبلاد. كانت سنة 1954 بداية الانطلاق نحو التحرر من أبشع استعمار جثم على صدور الجزائريين لأكثر من 130 سنة، وقدم الشعب الجزائري ملايين الشهداء ليتخلصوا من هذا الاستعمار، حتى أصبحت الثورة الجزائرية مثالا يحتذى به لكل أحرار العالم. Fanatically demonstrating against De Gaulle's moderate plan of a self-governing Algerian Algeria within the French community. كانت الثورة اللي انطلقت في عام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي باسم الشعب الجزائري متمثلة بجبهة التحرير الوطني، واللي استمرت على مدى 7.5 سنوات. هذا كل وما أكسب فهو على كل حال تحت تصرف الثورة. وتوجت بالانتصار وأجبرت المستعمر على الرحيل والاندحار ليعلن استقلال الجزائر وقيام دولة الجزائر في 5 يوليو 1962. أكثر من 60 سنة مضت على بداية الانطلاق، وما زالت الجزائر بتردد في نشيدها الوطني، نشيد ثورتها ورمز انتصارها، نشيد اللي زلزل المستعمرين وكان وقود وروح للثوار والمجاهدين. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا. لأننا قدنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا ما ننساهمش أبدا، وعارفين بأن هذوك اللي ماتوا هذوك أدوا الواجب نتاعهم. كان تاني بتمني البحر الابيض المتوسط العاصمه اكبر دوله بافريقيا. تدخل الجزائر عندك الاكسس للصحراء للثلج، تلقب بالقاره، الوديان، الانهار، البحار والمدن والاكل، يعني كل شيء في مكان واحد في دوله واحده، لانها اكبر دوله عربيه وافريقيه من حيث المساحه. مساحتها 2.4 مليون كيلومتر مربع، وعاصمتها مدينة الجزائر اللي وصلنا عليها على البحر الأبيض المتوسط، وبيسموا العاصمة بالمحروسة أو الجزائر البيضاء. أهلا وسهلا فيكم يا إخوان في العاصمة الجزائر. خلفي تماما هذا مقام الشهيد، زي نصب الشهيد في بغداد، هاد هيك مقام جاي في أعلى الجبل للناس اللي ضحوا لأجل تحرير الجزائر. حطينا هيك أيقونة في أعلى القمة، وبالليل الفضوي بتشوف الأضواء وعليها أضواء وعلم الجزائر، وانت ماشي من أول ما تدخل من العاصمة بتشوف البحر الأبيض المتوسط على جنبك، وهون الطبيعة، وهي المسجد الأكبر في أفريقيا من سنتين فتح. طلع جماله من برا، طلع الساحة الخضراء هاي اللي قباله. هذا المكان في الويكند العائلات الجزائرية جيت تتفسح فيه، من هنا تقدر تشوف مقام الشهيد، تشوف وسط مدينة الجزائر العاصمة، السفن كيفاش تدخل للميناء، يعني مكان استراتيجي. هذه الواجهة البحرية تاع الجزائر العاصمة. بكل زاوية بتسمع مرحبا بكم. مرحبا. مرحبا بكم. مرحبا بك عدنا في تلمسان. مرحبا بك. مرحبا بكم في الجزائر. مرحبا بكم عندنا. مرحبا بك بالجزائر. زيتونة فلسطين. أهلا وسهلا فيكم في الجزائر. وأكثر شعوب محبة فلسطين. فلسطين دمنا وخاوتنا، لأنهم بيعرفوا طعم الاحتلال
وما برضو بالظلم. احنا ظلمنا وما نبغيوش المظلوم. فيها مدن تعتبر من الأجمل والأقدم بالعالم. من عاصمة الشرق الجزائري مدينة الصخر العتيق، مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، مدينة العلم والعلماء، إلى عاصمة الغرب الجزائري وهران. وهران الباهية من الموسيقى الراي والأكل الشهيرة كارانتيكا الإسبانية وحصنها اللي أعلى الجبل الكارانتيكا وشوارعها ومبانيها ومساجدها، إلى ثورة الأمير عبد القادر رمز الثورة. خليط من الأمم مر عليها، إسبان فرنسيين عثمانيين وغيرهم، ولكن بقيت عربية أمازيغية مسلمة. هاي مقام الشهيد، وهون الحديقة هاي حديقة التجارب اسمها. ليش؟ لأنهم كانوا يجربوا فيها زمان النباتات، كانوا يحطوا فيها النباتات هون، وتصور فيها كمان فيلم طرزان الأول. طلعوا المنظر. مرحبا بكم في الجزائر. حديقة التجارب تؤسست 1832، يعني سنتين بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر. سمعين الهدوء، سمعين صوت العصافير، سبحان الله، جنة الله في الأرض. في بركة في النص ومزينة هيك بالشجر والنخيل. تخيلوا انه في اكثر من 2500 نوع من النباتات هون. وتميز الحديقه لانه عندها اطلاله مباشره على مقام الشهيد، ويمثل كل الشهداء اللي ضحوا في حياتهم سبيل الوطن. هاي الحديقه في قلب العاصمه في الجزائر. الحديقه اسمها حديقه التجارب لانه خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر هم سووا بالكثير من التجارب علشان كل النباتات والاشجار اللي تطلع مليح يودوها على فرنسا على فرساي. يعني عباره عن مخبر مفتوح، open museum. أهلا وسهلا فيكم في الجزائر. النخيل حواليك والطبيعة عجيبة. العاصمة بس لسه كل زاوية بتقدر تاخد صورة. شايفين هاي الشجرة الخلفي؟ هون تصور أول فيلم لطرزان 1932. هون تصور المنطقة هاي، تخيلوا عند الشجرة هاي، لأنه هون في كل زاوية، في كل زاوية راح تشوف شجرة، راح تشوف نباتات عجيبة، بتقدر تصور فيلم هون. رحنا على جامع الجزائر، تحسه مدينة داخل مدينة. هذا اللي خلفي تماماً اليوم، هذا هو أكبر مسجد في أفريقيا، هو ثالث أكبر مسجد في العالم. سمعين صوت الطيارات؟ الطيارات هاي أول ما تنزل على الجزائر، على العاصمة، أول إشي بتشوفه هذا المسجد، هذا الصرح العظيم. مسجد ضخم جداً، منارة هي الأعلى في العالم. بقولك لأنه زمان أيام الاستعمار الفرنسي كان أول إشي الناس تشوفه كانت الكنيسة هي الواجهة، فبنوا المسجد هذا ليكون هو واجهة البلد. والذي يصنف كثالث أكبر مسجد بعد الحرمين الشريفين والأول على مستوى إفريقيا، والذي يقع في منطقة تسمى بالمحمدية نسبة إلى سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هو رخام المرمر، خاصيته أنه نصف شفاف بحيث يمرر الإنارة الطبيعية إلى داخل القرآن. تتسع إلى 3700 طالب علم حقيقة. لو تدخل جوا كمان تشوفوا الشجر، تشوفوا الأحمدي هاي، تشوفوا المنارة. تخيل المنارة هاي منارة داخلها طوابق، راح تلاقي مركز بحوث، متحف، مطعم، ومنصة المشاهدة لكبار الشخصيات هاي بالأعلى. 43. وهذا اللي خلفي شايفينه الإكس، هذا مضاد للرياح وللزلازل. الآن راح نطلع على أكبر منارة في العالم. إحنا على ارتفاع 224 متر، في أعلى منارة في العالم. وهالارتفاع البحر الأبيض المتوسط كامل. أوكي؟ سبحان الله كيف تفننوا، تفننوا بالعمارة. بدينا تكون هاي الواجهة. أول حدا ما يجي من الجزائر الطيارة هي نازلة، أول إشي بتشوفه هالجامع. أوه. الفيو مش طبيعي ترى. على فكرة طلعنا كثير أبراج حول العالم، ولكن هذا غير، هذا طلعوا كيف مفتوح كامل بالقزاز. أنا ما بعرف كيف بنوه أصلا. مجموعة من الشبابيك لا تحصى 360، وبتلمع الشبابيك. ها بس هاي تلمع، تقدر تشوف 4K من هون. وشايفين هاي القبة أعلاها هيك يا إخوان، في شغلة اسمها الجامور. هاي كيف بروناي لما سلطان بروناي بنى المساجد من ذهب، هاي مرصعة بالذهب، الجامور اسمها بالعمارة الإسلامية. هسه صلاة الظهر. سكينة
ورحنا على القصبة بداخل المدينة العاصمة. وهي المنطقة اللي هي من مواقع التراث العالمي اليونسكو من 1992. دولة واحدة هي فلسطين الأبية. كان لها دور كبير هالمنطقة خلال ثورة التحرير الجزائرية. كانت معقل الاستقلال جبهة التحرير الوطني وانعمل فيها أفلام. السلطات الاستعمارية الفرنسية حطمت وهدمت الكثير منها وحاولت تمحي الهوية الجزائرية. شوف المطل من أعلى منطقة القصبة هاي. جينا هون نطلع في واحد من البيوت العتيقة القديمة داخلة باليونسكو، عشان هيك طلعوا. هي هاي القصبة، من هون كانت الثورة، من هون كان التحرير، ومن هاي القصة كل جدرانها وشوارعها وأزقتها لها حكاية وقصة. قصبة وهي المدينة المحصنة، قديمة جدا عتيقة هالمدينة. وهذا واحد من البيوت الحي بالقصبة. احنا الآن بالبيت عمي خالد بالقصبة، وهذا كل الأثاث اللي استعملينهم هم زمان، الإذاعة، وتشوف كل الصور، كل المشاهير اللي زاروا هذا المكان. نساء القصبة في الماضي، صور من الموفي The Battle of Algiers، وزمان كانوا يسووا، تعال هنا. إيش ها؟ في مكان كانوا يسووا فيه كرافت بومبس. بوم. يعني كانوا الناس هنا يسكنوا، فرنسا كانت تتعب معهم لأنه يعني المنازل قريبة من بعض وصعب أنهم يتحكموا في الناس اللي ساكنين هنا لأنهم مترابطين مع بعض. كانوا يرسلوا رسائل عن طريق النساء، مثلا مرات ترسل سلاح، مرات المؤونة، مرات الأكل للمجاهدين. فرنسا تعبت في هذه المنطقة. أنا زايد هنا عند الكوميسار. ما شاء الله. ووقت الثورة كيفاش كانت هنا؟ كانت قاخوة، الناس قاخوة، كانوا قاخوة يا وليد. كي يروح للبلاد يخلي مفاتح والجارو ويروح. وش تحكي له على الجزائر؟ وش فيها الجزائر باش يشوفها؟ كيف وش فيها؟ فيها كلش. أفضل أتاي هنا في الجزائر الشاي الصحراوي، تشربوا ما تنامش. بسم الله. صحتكم. السلام عليكم، معكم محمد سيدي خلف، المرشد السياحي بالقصبة المعروف بمومو المحروسة. شوف يا جو، خاصك تعرف أنه شعب جزائري ولا سكان القصبة عنوانهم البساطة. لما تشوف منازلهم ضيقة مع بعض، ما يهتموش للتفاصيل كثيرة أكثر من الحياة الاجتماعية. حتى الأواني، يعني هذا مثلا، هذا ما كانش منزل في الجزائر، اسمه السني، ما عندوش اسمها اللمة. هاي بتجمعكم، هاي الصينية والشاي. هنا القصبة بحكم أنه كل منازل قريبة لبعض، في الشوارع يمشيوا الرجال أكثر شيء، وفي أسطح النساء تلقى منزل هذا مربوط المنزل الثاني، فتقدر تتنقل المرأة عادي، فالنساء يمشيوا من الفوق والرجال يمشيوا من تحت من أجل الحرمة. قلت نسيت المجموعة تاعك والقايد تاعك. هو طالع معهم. خليهم نسي الجروب تبعه. القوا الثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب. زخرفة تعود إلى التواجد العثماني بالجزائر. هذا مبنى خلال فترة عثمانية أيام ما كانت ماسك الجزائر قبل ما يجوا الفرنسيين. إحنا لسه في القصبة، تخيلوا كل مناطق هاي اللي رحناها تحس جدرانها يعني مجعدة. تاريخ، تاريخ يونسكو. هاي المنطقة اللي احنا فيها اسمها ساحة الشهداء، في مترو هون ومسجد. لما صار الاستقلال كيف كان شعورك؟ مهمة جدا. ايه الشعب فرح بالجزائر. احتلت فرنسا الجزائر عام 1830 واعتبرتها جزء من التراب الفرنسي بعدما تخلت الدولة العثمانية عنها، طبعا نتيجة لضعف الدولة العثمانية ومشاكلها الداخلية رغم صمود الشعب الجزائري للمحتل لسنوات، وسميت بالجزائر الفرنسية. For over three centuries and prior to France's occupancy in 1830, Algiers was the stronghold of those dreaded terrors of the sea, the Barbary pirate, and now is known as the Paris of North Africa. استمر الاستعمار الفرنسي للجزائر على مدى 132 سنة، قامت خلاله ثورات عديدة ضد فرنسا المحتلة، أشهرها ثورة الأمير عبد القادر. سيهدم الشاب الجيش ويدعم السلطة حتى يعترف له العدو بها ويوقع معه اتفاق الطافنة. وارتكبت فرنسا الكثير من المجازر ضد الشعب الجزائري، منها مجزرة نهر السين في باريس. On October 17, 1961, officers carried out a deadly crackdown on a demonstration by tens of thousands of Algerians that killed possibly hundreds of French Algerians. وأشهرها المعروف بالتاريخ الجزائري بمجزرة الثامن من مايو 1945، واللي راح ضحيتها حوالي 45 ألف مواطن جزائري، وهاد عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، وين طلعوا الناس يحتفلوا بهاي المناسبة مطالبة الفرنسيين بالرحيل عن
بلادهم كما وعدوهم الفرنسيين أثناء الحرب أنهم يطلعوا بعد ما يفوزوا بالحرب العالمية الثانية. فكان الرد دموي وكانت المجازر هي العنوان. قدم الشعب الجزائري خلال هذه الفترة من الاحتلال ملايين الشهداء، واليوم الجزائر بتطالب فرنسا بالاعتذار بالاعتراف بجرائمها، وما زالت فرنسا بترفض، وهذا اللي بشكل دائما عامل توتر في العلاقات بين البلدين. بيستخدموا بالمواصلات، بطلع فوق بنزل تحت على مقام الشهيد. في مناطق كثيرة كمان نفس الشيء، كيف بوليفيا بيستخدموا ترانسبورتيشن. والتنوع المناخي في الجزائر عجيب، فقط ساعة ونص بالسيارة بتسوق من العاصمة بتطلع على مكان اسمه الشريعة، جبال الشريعة، وفجأة وكأنه أنت بعالم مختلف، دولة مختلفة. أوكي يا أخوان، إحنا فجأة هيك بس ساعة ونص سقنا لفوق مرتفع، أنت بعالم ثاني، أنت بدولة ثانية تقريبا، لأنه فجأة هيك رح تلاقي الزائر الأبيض، رح تلاقي الأرض كلها بيضة، الدنيا كلها ثلج. إحنا لسه في الجزائر، مرتفع، سويسرا. إحنا في الجزائر في الشريعة الآن، من مميزات الشريعة أنها مرتفعات عالية. إحنا الآن على ارتفاع أكثر من 1200 متر. فنلندا؟ فنلندا؟ لا فنلندا ولا شيء. الجزائر. طيب احنا هسا انا اكتشفت انه احنا في جبال الاطلس اللي بتمتد من هون للمغرب، عشان هيك انتم بتشوفوا المرتفع هاد عالي جدا، مع انه احنا بس ساعة من العاصمة. وبعدين اليوم اللي بعده كمان ساعة بالسيارة، تمام، هذا اللي خلفي تماما، مدينة تيبازا، وين فيها اثار تيبازا. تيبازا معناها ممر، لانها كانت ممر للتجار قبل عقود من الزمن، يعني بس حوالي 70 كيلو من العاصمة سقنا لهون لنشوف هالمكان العجيب، يعني مثل هرم صغير. وبناء الملك يوبا الثاني إكراما لزوجته ابنة كليوباترا بضريح الملك الموريتاني ملكة مصر الفرعونية 40 سنة قبل سيدنا عيسى، قبل الميلاد. الأبواب الوهمية الأربعة، هذا وهمي، هي عبارة عن تمويه فقط. الباب الحقيقي موجود في الجهة الشرقية، حتى الناس لو تجي هنا تحب تسرق ولا تحب تدخل، ماهيش هذه هي الدخلة الرئيسية. بالطريقة الفرعونية يدخل شخص واحد فقط وينحني، ندخلوا هكذا باش ننحنوا احتراما للملك والملكة. لازمك تنحني كيما هكذا. 2000 سنة مفقودة في الجزائر، تدعى بالحلقة المفقودة، مصنف من اليونسكو تراث العالم. هذا المدخل الرئيسي كان متمر بالتراب ما يبانش، يعني دائما نطرحوا التساؤل تاع الاهرامات كيفاش بناوها المصريين القدامى، شو الحجم تاع الصخره كيفاش، كبيره كيما الاهرامات. اوكي اخوان شوفوا، هاي شايفين هاي الاثار، المدينه الرومانيه هون على البحر الابيض المتوسط. احنا الان في موقع الاثر الى ولايه تيبازا، لمدينه تيبازا هي مدينه يرجع تاريخها الى اكثر من وازيد من 2000 سنه، الرومانيه والبناء الروماني المعروف بالحجر بالاحجار، تاريخ عريق ومدينه مجاوره للبحر. كاين الحلبة القتال هي يسموه المدرج، فيه انواع من النزالات بين المصارعين والحيوانات المتوحشه. نعرفوا بلي الشمال كان مليء بانواع الاسود اللي كان يسموه اسد الاطلس بكل المغرب العربي. نعم زينا ما درتي فينا انا وقلبي. وهيك خلصت جولتنا في تيبازا على البحر، سامعين صوت البحر ابيض متوسط. هالمنطقه بتشبه المنطقه اللي في اليونان اللي اسمها سانتوريني، وهسه راجعين على العاصمة الجزائر. وقررنا نجرب بعض الأكلات بالجزائر، جوز ولوز، جولة من الأكل والحلويات الجزائرية. بقول لك هاي ألذ كبدة في كل الجزائر، تخيل الازدحام هذا كله عشان كبدة، تخيل. نبدأ
بملك الكبده. كبده بنينه بزاف اليوم. باك ابو مجيلي تستاهل هذا غاشي. تستاهل تقعد ساعه تستنى عشان الكبده. ما عندي ساعتين من لين هنا يا ورت على بابه. والبلاصه هذه معروفه شغل فيها البركه اللي هنا يا. وقال الناس تجي على برا ومرحبا باي واحد. له 40 سنه المقلى هذاك. له 40 سنه اخويا. وعطاوه الدراهم باش يبيعها. قالك ما بحاش. هيا جا الكنز احكم اوي كسر. لا ارخم الدول الفيزا. الفيزا تاع الكرش هذه. كبدي هاي الاشهر الاشهر في الجزائر اللي شفته. ملك الكبدي هيك ملقب. بسم الله. بهارات. واو ملك الكبدي ملك رهيبه. وبعديها ملك اللوبيا. ملك اللوبيا ممكن صحن اللوبيا. واللوبيا عندهم معناها فاصوليا. ملك اللوبيا يعني فاصوليا الجزائري. 56 سنه هو ببيع فقط لوبيا فاصوليا. فتح بعد التحرير بسنه. وبعديها جربنا هذه مربع. البيتزا الشعبيه بالجزائر. بيتزا مربعه مش بايطاليا. هاي البيتزا في الجزائر طلعوا كيف مربعه. كلهم تاع مك الزيت ويرمي عليكم الياسمين. هاي البيتزا الشعبيه في الجزائر. بسم الله. كم تؤمرنا على هاي؟ دعوا الخير. ادعي لي في صلاتك بس. من 24 سنة وانا هلا. 24 سنة وانت لابس بدلة. صاحب المحل هون و24 سنة هو لابس بدلة بيجي. كل يوم متألق متأنق. أحسن لبس. نفس الصورة الشخصية هو لابس بدلة. هاي 1975 صورته. كلاسيك. وحاجة قديمة عمرها ما تموت. الحاج محمد الزين. وهذا عمي محمد. اسمع 40 سنه في البيتزا. هاوليك اقدم واحد في البيتزا عمي محمد. هاوي كم تمثلوا في العمر؟ 50. ايه 50. هذه 50 في 1990. اللغه العربيه هي اللغه الرسميه في الجزائر بالاضافه الى الامازيغيه. وتستخدم الفرنسيه على نطاق واسع. احنا ولينا نقول ها بيتزا لا كوبول. والله خير من عندي. بوراك. هاي خونا ما شاء الله. هاي فيها جبنه فيها بطاطس وشويه لحم. هاي اسمها بوراك. ميزه تبع تركيا. تبع تركيا بالجبنه. هاي داخلها بطاطا في كل مكان. هيك مخدومه في المنزل. معموله بالمنزل يعني. بسم الله. هذا ساندويتش فيه بطاطس. واو بوراك افضل بوراك في العاصمة الجزائر. وروحنا نجرب الحلويات بالجزائر. خيامة ماما. خيامة ماما زي بيت يعني. حي القصبة العتيق. وأنا بنت القصبة. خيامة ماما أحب يقول معندها مطبخ أمي. الحلويات هادو تقليدية محضة. ما مدرنا فيها حتى تعديلات. وكلش مخدوم في البيت وعلى الطريقة التقليدية. هذه بقلاوة جوز ولوز. السوريين يديروا عجينة الفيلو لاباط فيلو. حنا نديروا عجينة عادية تقليد كلاسيك لاباط كلاسيك. عندك مقروط العسل. كل واحدة ألد من الثانية. كل واحدة والنوع تاعها. كيما النساء كاين السمراء وكاين البيضاء وكاين. هذه هي الحلويات. مطبخ متواضع ويعطيك الصورة الأصلية للمطبخ تاع القصبة. نعمل لك لاتاي وماشي تاع الصحراء. لاتاي عاصمي خفيف باش تاكل معاه الحلويات المعسلة. تاع الصحراء يجي ثقيل يجي ملقم بزاف. حنا لا حنا نطيبوا لاتاي عادي. مثلا يا اخي العرب بقلاوة تاعنا افضل. نقول لك عندهم بقلاوة زينة. قولها وعاودها. ما كانش لي طيحها هذه البقلاوة. افضل بقلاوة في العالم هذه. صح وليدي. اوكي هاي تفوز على البقلاوة في سوريا. هاي هذا هو مسقط راسي في القصبة. كان الحلم ديالي نفتح مشروع صغير نحيي به التراث ونحيي السياحة في القصبة. طلع عيني سيبا. كثير زاكية. كثير زاكية الحمد لله. مع الأتاي مطبخة متواضع صينية البساطة. عشان الأزقة هاي كثير ضيقة فكانوا يستخدموا الحمير. ولازم نجرب بعديها قلب اللوز. اسمها عنا حلى الهريسة. أوكي هاي قلب اللوز الأشهر. في داخلها عسل عشان هيك راح تلاقي نحل حول المنطقة. هاي هي إجت من الشام. هاي شامية. هون إجوا عدلوا عليها وضافوا شوية أشياء ويسمها هون قلب اللوز. قلب الأسد. دقيق سكر عسل لوز. يا إلهي بقول لك هاي تأكلها وانسى كل شيء خلاص. هاي كمل يومك. ها قلب اللوز العاصمية في الشرق الجزائري نقولها الهريسة ولا البسبوسة. احنا نسميها هريسة عنا. هذه في رمضان تقع فوق الطاولة فوقها زوج نحلات. بسم الله.
أسلم عليك معلش. شكرا. من القلب شكرا. يا أخي رهيب رهيب جدا. أكره تهبل تتخلخل. وقل لي راح تنهبل لما تيجي على الجزائر. ترحيب كل واحد تمر بالشارع مرحبا بيك مرحبا بيك في الجزائر. تحية فلسطين. غير دوكا ذكرت فلسطين غير الحميرة والله العظيم. هكذا من عند ربي. دوك يزيد من كل شيء ما يقول لك فلسطين. بعد الحلا هاي هي الشواب الجزائر اللي هي مشاوي عنا. واو في أكلة أول مرة بسمع فيها. هذا الخبز اسمه كسرة. وهذه الحفرة في رأيك تعوى هسه الحفرة إيش رح يجي فيها؟ هذه يحطوا فيها الكنز. أي والله الله جبال كيما كاس العالم. أه صح جائزة. هاي هي الزفيطي. أوه فيعملوا هذا الستايل تاع خيمة مثل ما كانوا في الماضي يأكلوها. واو توميتوز سبايسي حارة. هي معروفة أنها حارة بزاف. لذيذ يا أوكي. هذه لوحة فنية يقول شخشوخة. يلا كيف تأكله؟ كيف تأكله؟ طلعوا كيف تأكلها باللحم. بسم الله. واخيرا الاكل البحري بالجزائر في مدينه تبازة. سمك البحر الابيض لذيذ. طلع كيف اللون اصلا لون اصلي بتحسه. اي 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 اي, أي. شوف كيف لذيذ هكا وبنينه. هذه المفروض تهدى هديه لتجرب اقدم مشروبات جزائريه واقواها. هاي في كل طاوله بشوفها. في كل طاوله محطوطه هاي خزوزة البيضاء. مشروبات غازيه. ما في كي اف سي ما في ماكدونالدز ما في ستاربكس. ما تفهموناش بالغلط لكن أكلنا لذيذ ما يحتاجوش هذوك البراندات. وهيك كانت العاصمة بالجزائر. ولسه هاي البلد القارة فيها الكثير لنكتشفه مع بعض. لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة